شوي ساعات انا نستغرب من حاجاته وانت بساطة عندك الحلول والله. عندك طارمة قدامك تاولتك كما نقول احنا في سوق الحوت مثلا اللي هي طاولة بتاعك تبيع كملت البيعة فهمتني ولا فيها بس طي الماء وكذا وشوية برودوي نظف الفواكه برودوي وكمل لك مش واي هو الفيروس لك مش تعمل له اي هلا غير ساعات الوعي كما قال يغيب واضح هو الاشكاليه اللي يعرف حلق الويد سي زهير قبل الثوره أي. اللي يمشي لها توي تصدم من الوسخ اللي سايبوا فيه ريستورونات واللي هم متسيبين بطريقه غريبه جدا من بعد الثوره روايح وكيس مسخ وزيوت وفيران وحاجه مقرفه جدا بيسير ريستورونات تصور في برشا فلوس غاديك ولكن ما ينظفش قبل الثوره كان اوبليجي عليهم ينظف ضروري ريت تخرج بلديه كل ليله اي اللي تلقاه مسخ قدام الريستورون نتاعو ولا مطيش دي شيء يتخطى ويتحاسب دونك من بعد الثوره وليت الميم سايف على البطيخ دعوه فرد المره كيما قلت انت مطرى البلدي تحلق الويد أيوة. للمالي الريستورون تحلق الويد بالحق روعي براي نهار لحد والسبت تتعبى برشا بربي أيوة. نظف علاش تخلي كيكه ريحه الميم طيش وزيوت وكان انت من طبق الراقي اللي تفطر في حلق الويد كل ولايه جمهوريه حلق الويد منطقه شعبيه صلي على النبي شبيك زهير لا لا لا. مثلا ناخذ مثال برشلونه انا اللي قارين بير البيت تنشيط شبابي وثقافي احنا لافيلو نتاعنا الكل بالروتيلا ومسكر وكذا تو نحاول الداخليه ومقلق وتحس بالخوف كي تحوس في شارع حبيب بورقيبه الركو هما يجيبوا عبيد يعملوا انيماسيون يعملوا كذا راهو لافينو تنجم ب 20 شاب متخرج ضو يا اي اي العاصمه ناقصه ضو لتو اي معناتها راك تنجم تردوا شارع انيمي تعمل له مارشيت تنحي شويه كل البنوك ما يجيش نهج رئيسي العاصمه فيه يجي 20 بانكا غريبه ادارات كله. كلهم كانوا ريستورونات ومقاهي وجو تولي جو انيمي وسط البلاد يكون ممتع يرجعوا اللي يبيعوا جرايد شويه اللي يبيعوا النوار يبيعوا كذا تفكر اللي يبيعوا النوار ما فهمتش لا تفكر اللي يبيعوا النوار كانوا واللي يبيعوا الجرايد ما احليهم ايه والله بلاصه في العالم غادي. الكل ريت اللي يبيعوا جرايد عملوا لهم بلايص ويبيعوا احنا ليه بعد زوير. حاجه غريبه علاش ايه؟ علاش المصيبه مش غادي علاش الدوله ما تاخذش قرار انه تتبدل صيغه لافينيو تتبدل ما عادش ادارات شنو يسكر هما بالعكس وقت اللي هما خذوا قرار وبدلوا خيبوه علاش علاش ماهوش يسهر ليله كامله ونعطي كلمه سي زوير سوق مراكش البريرك الكل الدوله بنيتهم بنفس الفورما وكذا وتعطيهم لك مجانا وكذا حتى الحلول سهله ريت والله كان الحكومه تقعد 4-5 سنين تخدم لما ترجع الفرحه للبلاد حتى الشكل والمظهر وكذا البحر توينس يمشيوا البحر في الخارج بسشيات ينظفوا قد في تونس كل شيء متمسخ والله العظيم نهار كل حملات نظافه وكذا يا ولدي معاش حاجتنا بعملات نظافه حتى المواطنين راه مش ما نقولش انا بلديه برك لو حتى المواطنين خاطر كان كل بياع المواطني كل واحد بياع قدام حنوته كل واحد قدام داره تتولي البلاد نظيفه كلها هذا بخلاف هاو نفكرك في حاجه انا نوستالجي قعدت لي ليانا تتفكر نحيو بالله الكرة من الكرونات فيقوا شوية شكرا تفضل تتفكر سينو في القبل كانت واحنا صغار ونحكي معناها في السبعينات الثمانينات كانت تدورك الكهرباء اللي ترشرش الكياس وكانت جازونات على فنحب بورقيبة حتران نسكن على الشارع رئيس كانت اللي جازون ذوكم يتسقاو كل يوم وتدور الرشراشة في العشية وترشرش لك الشارع الكل تعمل ألي غتور معناها كي تعمل مشي وجاي تخلي لك لافينيو هكا يلمع لافينيو حبيب بورقيبة تونس كان قبل النواريه كانوا قدام المسرح تو اللي يجي باش يدخل المسرح مو باش يهدي للفنان ورد نعاود نقول والجرايد 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 والناس تقرا وتعمل علاش بعدوهم في الكونسيبسيون اللي عملوها جديده ولات بعد التجيين خير بصراحه القديم احلى كيما بالسويقه قبل احلى قبل ما يعملوا التونيل وكذا كل شيء كان احلى كل شيء كان احلى نحب نقول لكم يا جماعه سمارت شيف حاجه هايله برشا انتم بوتيتر برشا ما يعرفوش يطيبوا عندي لكم اخبار يفرح للي يعرفوا يطيبوا زاده البخل يضربكم ماذا بكم على حاجه سهله برشا باش نحكي لكم على سمارت شيف والقام الجديده نتاعها شوا كبير وممتاز شيف سامي انت تعرف الشوا هذا باش نحكي لكم مثلا على كيك دروع قاعدين تشوفوا فيه شكون ما يحبش الدروع في الشتاء اللي ماشي في بالهم دروع ما يقدوا كان الزمني لا حاجه بسيطه جدا جدا أمور مطعم نحب نقول لكم فيه دراع بالحق وبنين وخفيف وما يغصصش ويطيب في ساعة غير ربع تنجم طيبه
راهو تصبيح ومرسو كيك دراع حاجة هيلة، ولدك ياخذها جوتي يمشي بكيك دراع حاجة هيلة، وأي واحد فيكم حتى كما تعرفش الطيب كيك دراع يكون حاجة ممتازة وهيلة برشا من عند سمارت شيف، حاجة بنينة وصحية وتغذي. مرسي بوكو سمارت شيف، حاجة هيلة برشا لي برودوي جدد سمارت شيف، تعرف السرعة وانتوما تبارتاجيو مع ولدك مع بنتك مع مرتك، تدخل انت طيب حاجة هيلة برشا فيها حتى البرتاج، لأن ولينا نقعدوا ساعتين مع بعضنا في الدار منهم ساعة في الكوجين، اي نبارتاجيو ونطيبوا مع بعضنا. ميرسي بوكو سمارت شيف. تغدو نحكي لكم على برودوي جديد. بالله الترجي مازالت رابحة واحد بلاش، ناخذ حكاية أخرى واحد بلاش الترجي، خلينا نشوفوا سيطرة مش سيطرة شنو الأجواء. رحمة ناخذوا رادس ولا نمشيو لحكاية أخرى؟ ناخذ رادس ولا نمشيو حكاية أخرى؟ أنتو واحد بلاش تو مع محمد علي شوية خير يتفرج. شباب الوزداد خاسرة في بلادها نو في شنو؟ شباب الوزداد الجزائري اثنين بلاش خاسرة في بلادها، أورلاندو بيراتس في بلادها في الجزائر. برشا تبدا المنافسات على بكري. باش نحكيو توا على اسويس، نحب نشكر برشا اسويس على الخدمه الكبيره. معنا بالتليفون رحمه نفاتي وهي مربيه في قريه اسويس. عسلامة رحمه، مرحبا بك. مرحبا بك، اهلا. شنو احوالك لاباس؟ والله الحمد لله. نحب شابو با، شكر كبير واحترام كبير لك انت والبارشا مربيات في اسويس. خدمة عملاقة، خدمة فيها برشا مشاعر برشا احساس برشا انجاجمو، واحد قد ما يقول فيكم وشوية بصراحة شابو باليكم انتم وسويس الكل هيلة برشا، وشكر كبير ليكم. يلا لو كان تحكي لنا على قرية سويس متاعكم، قديش فيها من صغير وام تقريبا؟ بيد المناسبة هذه نحب نشكركم ونقولكم لي أنا فرحانة ياسر اللي معكم في المداخلة هذه، وزاد أنتم زاد عندكم فضل كبير، معناها أنه وصلنا برشا رسائل معناها من إسويس. زي أنا كمربية في إسويس، ما حرج أنا مربية بالقرية، نتعامل مع الصغيرات اللي في القرية. بالنسبة للصغيرات عندنا في محرس، في مستوى محرس عندنا 1050 صغير، وعلى المستوى الوطني فتنا 4000 صغير، وإن شاء الله نطلعوا إن شاء الله لآخر العام هذية إنه نوصلوا 5000 صغير. حاجة وما يقارب 12 مربي. حاجة ممتازة ويعطيكم الصحة. شنو من النقائص اللي تعانيوا منها في القرية بصراحة؟ نحب نوضح موضوع انه احنا قاعدين نلاحظوا انه فما برشا كما نقولوا ديكا سوسيو، فما نسبة كبيرة من الصغيرات في حالة معناها كما نقولوا تهديد، فما نسبة فقر كبيرة برشا. قاعدين نخدموا ديجا احنا توا على مشروع معناها البرنامج الأسرة، دعم الأسرة بلتو، انه احنا نعاونوا العائلات. ديجا احنا في على مستوى تونس الكبرى عندنا 4 ديروات، ديجا توا قاعدين نخدموا توا كل عام 8 قاعدين نخدموا على القروان. مستحقاتنا ماذا بينا انه فما موارد ماديه موارد معنويه انه باش نعاونوا ونزيدوا في العدد نتاع الاطفال اللي احنا ديجا معناها علاش ما نكونش فما نوفيل ادميسيون، نعاونوا برشا اطفال اخرين ماذا بينا انه يقفوا معانا معناها باش نزيدوا نكبروا هالمشروع هذايا. علاش ما يكونش في 24 ولايه؟ علاش توا احنا ما شاء الله وصلنا 9؟ علاش مش في اخر 2025 ينتشر البرنامج هذايا والمشروع هذايا ويتعمل يولي في 24 ولايه؟ معنا رحمة نفتي مربية في قرية من قرى إسويس. شنو أكثر موقف مؤثر نحب هكا نرجع لك اللي كنتي صار معاك ولا ما نسيتوش حتى اليوم، ولا قصة نجاح عاشها واحد من أبناء القرية وانت ما نسيتش وربما يكون قدوة للناس؟ احكي لي. احنا ندم انت تخدم في القرية وتعاون صغيراتك حتى نجاح يكون بسيط بالنسبة لك انت كصغير تغرس فيه حتى حاجة بسيطة، انه ترى نجاح كبير برشا. احنا نجاح مثلا انا كمربي قرية معناها راه نجاح في النجاح الدراسي، راه انه عنا برشا صغيرات وصلوا حقوا الحاجات اللي يحبوا عليها، وعنا صغيرات تخرجوا، عنا صغيرات توا في نيفو معناها ماستير، عنا الانجينيور، عنا نموذج ناجح كان معناها للتكوين، معناها ما نقولوش كان قرية اكاهو، عنا شكون عمل التكوين وتوا ما شاء الله يخدم في كندا، عندنا نموذج اخر
وصل حتى للدكتوراه معناها في دومين اخر، ومن بعد طلع للسعوديه يخدم في دومين اخر وما شاء الله متفوق هذيك. بارك الله. عندنا ديجا حتى في برامج الدعم الاسره عندنا عائلات اللي كانت معوزه معناها ما تنجمش حتى قوتها اليومي، وصلت توا ولت عائلات اوتونو. يعطيك صحة رحمة نفادي، شكرا ليك وربي يوفقكم الكل. تحية واحترام هنا مربية في قرية سويس. نحب نقولكم فما حملة وطنية، نزيد عاونوا بجهر بأي واحد ينجم حتى مبلغ بسيط نجم عاون به باش تتكفل بألف صغير جديد. شفنا 4000، نحب نوصلوا 5000 قبل نهاية 2024. تنجم تساهم من بلاستيك بدينار في النهار، معناتها مبلغ بسيط جدا. قادرين نعطيه كل صغير منهم الأمان باش يعيش مطمئن في عائلة اسمها سويس. الناس كل تتفرج تسمع فينا الكل باش نمدوا تليفوناتنا ونعملوا سكان للكير كود اللي قدامكم على الشاشة. الكود هذا باش يهزك لطريقة سهلة باش تدعم صغيرات اسمها بي بي او الدعم الالي القار، سهله برشا بالكيير كود. دونك تعمر المعطيات وتحط المونتون تقدر عليه، وكل شهر يتم اقتطاعه من الحساب البنكي متاعك بشكل امن وشفاف. تعرفوا حاجات كل كنترولي. يعطي الامل الف صغير بشرقاوة الرعايه. اذا ما نجمتش تعمل سكان ادخل موقع الجمعيه تشوفوا فيه sosvu.tn، ولا اختار باريني ان انفون ولا كفاله صغير، وربي ان شاء الله تلقاه في حياتك. تنجموا تتصلوا ب 58 37 102، تنجموا بالطريقه الكلاسيكيه. زهير محليها سويس واللهوه وكيفاش تعيشهم كانوا في عائله، ما يلزمش يحس روحه طفل استثنائي ولا عنده حاجه، هذه القوه الكبيره اللي يعملوا فيها. معناها اللي هما غابوا ام وبوه، هما امهم وهما بوهم، وانا نمشي انكور بلوس كو سا، اكثر نقول اللي بالحق هذوكم الكلهم احنا التوانسه الكل بوهم واحنا امهم، معناها هما اولادنا احنا زاده، هذاك علاش مد يد المساعده احنا زاده رانا مسؤولين عليهم. هذه حاجه انسانيه اكثر من هكا ما فماش، بخلاف انها وطنيه انسانيه زاده. يعطيك صحه، خلي التوانسه تمد ايديها. وبرافو للناس اللي ساهرين على هالبرنامج هذايا، وراهو في الاخر بالكل ما فماش احلى من كيف اليتيم. صحيح. الأجر متاعها كبير برشا عند ربي، معناها راك انت قاعد تخدم على نهار اخر. واضح. وما يكلفنا شيء، انت قلت حتى دينار في النهار. اي والله حتى الدخان اغلى منه دينار في النهار. صحيح. من دينار. يعطيك الصحه. يلا نمشي وراد استراجي رابح واحد.